مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابية المعروفة بداعش يطمحون في تأسيس دولة الخلافة الإسلامية. هذه الجماعة من السنة، ولكن تفسيرها للعقيدة الإسلامية متطرفة وتقاتل الغالبية الشيعية من الشعب العراقي. الشيعة والسنة مذهبان مختلفان في الإسلام، وأكثر الأماكن قداسة لدى الشيعة هو مسجد الإمام الحسين في كربلاء، حيث توجد رفات حفيد الرسول محمد. الخلاف بين الشيعة والسنة يتمثل أساساً حول الخلافة الشرعية للنبي. العراق اليوم بلد مقسم إلى ثلاثة أقسام: الأكراد في الشمال، والغالبية الشيعية في بغداد وفي الجنوب، والسنة في الشمال الغربي. حكم صدام حسين السني العراق لفترة طويلة، وسقوطه كان بمثابة خسارة الحكم بالنسبة للسنة. واليوم يتولى الشيعي نور المالك رئاسة الحكومة، ما جعل السنة يشعرون باستبعاده من الحكم. تعمق هذا الخلاف أدى إلى فصل الأحياء الشيعية عن السنية في بغداد بجدار فاصل. هذا النزاع بالذات يستغله مقاتلو داعش الذين يعللون حقهم في قيادة البلاد دينيا، لذلك يقاتلون من أجل السلطة سياسيا واقتصاديا.